التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء أكد سموهما أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى قد أسس لعلاقات راسخة ومتينة بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، لافتين سموهما إلى حرص مملكة البحرين على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وخبراتها في المجالات التي تدعم تسويق وترويج البحرين تجاريا واقتصاديا، وتساهم في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات. واستعرض صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، حيث أعرب سموهما في هذا الصدد عن الارتياح لمسار التنمية الاقتصادية واستمرارها في تغذية مختلف مسارات التنمية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية العالمية، ما يعكس سلامة النهج الحكومي الاقتصادي وفعالية البرامج والاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة.